ضمن سلسلة الاتهامات الموجهة لنظام تشغيل أندرويد، تقرير جديد يكشف عن فيروس برمجي جديد يصيب هاتف أندرويد باستخدام حيلة حصان طروادة للنفاذ إلى هواتف الضحايا في صورة تحديث برمجي مزيف، ومن ثم تثبيت نفسه قبل تنفيذه مهامه بسرية. فريق شركة للأمن المعلوماتي قال إن البرمجية الخبيثة تتطلب من المستخدم تحميلها من متجر خارجي وليست متاحة عبر متجر تطبيقات أندرويد. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من باريس عضو خلية أمن المعلومات في المدرسة الفرنسية بباريس، الدكتور أنطوان حرفوش. أهلا بك دكتور أنطوان. بداية السؤال يعني طبعا البديهي، لماذا هذا الفيروس يصيب فقط هواتف أندرويد؟ يعطيك العافية، مساء الخير. أول شيء هذا الفيروس هو برنامج دار بيحتوي على مجموعة من التعليمات المخفية فيه داخل التطبيقات. هلا بس التطبيقات يعني واتساب، بس نزل اي ابلكيشن بينزل دغري الفيروس. هلا ليش هيدا بتشفيرته بتصيب الاندرويد؟ لانه الاندرويد هو اصلا شفر بطريقه مفتوحه المصدر، يعني اوبن سورس، يعني هو اكثر عاده قليل الفيروسز بدهم يكونوا المخططين والمصممين عم بيصيبوا هيك نوع من التشفيرات. يعني الاندرويد عادة مش لانه هو اصعب ما بيصيبوه، بس لانه بما انه هو مفتوح ومفتوح المصدر، قليل الشركات او الاشخاص اللي بيكونوا عم يهتموا يعني اسهل الوصول له. برايك هل الهدف من هذا الفيروس دكتور هو موجه يعني لفائده شركات منافسه؟ طبعا هو اللي مبرمج هيك فيروس عنده هدف معين. هلا المصادر مختلفه حسب انواع الفيروس، يعني كل فتره بيجي فيروس. هلا اخر واحد بعد ما نعرف شو مين وراه وشو الهدف، اذا نطلع شوي الخبره القديمه، يعني حسب الخبره اللي صارت قبل ببين في فيروسز بتنزلهم شركات المنافسة، في فيروس بتنزلهم بعض أوقات بعض الدول، يعني محلات معينة بتعرف هدف الفيروس هو السيطرة أو النفوذ لمعلومات معينة للداتا، وفي كتير أوقات بيكون في وراها مؤسسات كبيرة. اليوم الشركات الكبيرة، ما رح سميها، الشركات اللي بتصمم أجهزة ذكية عندها نوع من الخبرة وعندها نوع من المطورة أجهزة، حتى أجهزة ذكية تدافع بحالها بس تحس إنه في فيروس. كيف ممكن حاملي أندرويد يحموا أجهزتهم من هذا الفيروس؟ سؤال كتير ذكي. أول شيء كيف فيهم يعرفوا إنه أخذوا فيروس؟ كيف بيعرفوا إنه الموبايل تبعهم في فيروس؟ أول شغلة الموبايل، كل الموبايلز ممكن أي هاتف ممكن يلقط فيروس بلا ما يعرفه صاحب الهاتف. كيف يعرف؟ أول شيء بيلاقي إنه هالهاتف عم يبعث كتير معلومات، ثاني شيء بيلاقيه عم يحمى من وقت لوقت، ممكن يحسوا إنه البطارية عم تخلص بسرعة، أوقات أيام كمان بيشوف إنه على فاتورته عم تزيد الفاتورة من دون ما يعرف، عم يبعث مساجات مش هو بعتها، حقها مصاري مكلفة. كل هالقصص بتخليه يفكر إنه في فيروس. اليوم كيف في يتصرف اذا في عنده فيروس؟ اول شيء بده يمحي الاشياء اللي نزلها ويرجع لاخر تسجيل سجله عنده. يعني دائما لازم كل انسان عنده اليوم هاتف ذكي لازم يكون عم يسجل عنده المعلومات اللي عم تنزلها، لانه ما بتعرف. حتى في العاب مجانيه بينزلوها الاولاد ايام على الهواتف، هالالعاب المجانيه بتكون عندها بقلبها برامج خبيثة عم تسرق المعلومات وتبعتها، وأيام بتشريهم يعني للأولاد بلا ما يعرفوا، بتصير تشريهم قصص خاصة للعبة. يعني لازم دايما الأهل والأصحاب الهواتف الذكية يضلوا مأكدين ويجربوا ويطلعوا قدي عم بفاتورة، قدي عم تصرف البطارية، ويتأكدوا من طبعا. وقت لوقت كمان أنه ما عليهم أبليكيشن جديدة نزلت بلا ما هن ينزلوها. بتشوف تلاقي أيام أبليكيشنز جديدة عم تنزل على تليفونك من خلال هالطريقة ممكن يعرفوا إذا تليفونهم فيه فيروس أم لا. دكتور أنطوان حرفوش كنت معنا من باريس، عضو خلية أمن المعلومات في المدرسة الفرنسية بباريس، شكرا جزيلا لك.